قالوا الحاجة أم الاختراع، يعني الفكرة من أي اختراع حوالينا إنه يسهل لنا حاجات عاوزينها ومش موجودة، وده اللي عمله مؤسس شركة فوري. تعالوا نعرف عمل إيه. فوري واحدة من الشركات اللي موجودة في السوق المصري، وده لأنها بتقدم أكتر من 250 خدمة دفع إلكترونية وليها حوالي 160 ألف نقطة خدمة متوزعة في 300 مدينة مصرية. في سنة 2007 خطرت فكرة فوري في رأس رائد الأعمال المصري أشرف صبري، واللي فكر في ضرورة وجود أنظمة إلكترونية للدفع. وقتها الواقع المصري كان بيعتمد على الدفع بالكاش، وده طبعا كان مرهق. أشرف صبري اشتغل على الفكرة، وده اللي دفع كيانات كبيرة لضخ استثمارات كبيرة في فكرته علشان يبدأ يحول الفكرة لواقع ملموس بنعيشه النهاردة. وبعد انطلاق فوري في 2009 قدرت تكسب ثقة واحترام المستخدمين، بالإضافة للشركات والمؤسسات، وبدأت تتوسع أكتر وأكتر، وقدرت بعدها إنها تطور من نفسها وتدخل خدمات جديدة زي خدمة فوري باي، اللي ساهمت في تسهيلات كبيرة في مجال التجارة الإلكترونية سواء للبائعين أو للمشترين.